اهلا بكم مشاهدينا من جديد. نبدا مع ملفنا الطبي الرئيسي عن ديسك الظهر. هو عباره عن قرص لين بيضاوي الشكل موجود بين الفقرات ويتكون من جزئين، جزء خارجي ليفي وجزء داخلي على شكل ماده جيلاتينيه. انزلاق الديسك يعني ان الجزء الخارجي الليفي من الديسك انفتق مما ادى الى خروج الماده الجيلاتينيه الى الخارج والتي تقوم بدورها بالضغط على النخاع الشوكي او الاعصاب المجاوره مسببه تهيجا في الاعصاب مما يسبب الما شديدا. وللحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور عصام مرديني، اختصاصي في أمراض العظام والمفاصل. صباح الخير دكتور وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، أهلا بكم يا مرحبا. دكتور، أول شيء بدك تشرح لنا عنا مجسم هون على الطاولة. كيف يحدث الديسك؟ نعم، رح نحكي بس نحن عن الديسك في أسفل الظهر. أسفل الظهر، نعم. أسفل الظهر معرض للحركة بشكل كبير، وخاصة للانثناء والالتواء وحمل الأشياء وعفواً لبس الأحذية إلى آخره. لما بنرفع أي وزن بشكل فجائي بيحصل انضغاط على الديسك بشكل كبير جداً، ومثل ما تفضلتوا بالمقدمة بصير الضغط من المادة الجيلاتينية على المادة الليفية. نعم، القرص لو مثل ما شفنا بصير انضغاط على المادة الجيلاتينية اللي بين الفقرتين، وبيبرز ديسك أو نتوء بهذا الشكل. لو حظ المريض سيء بهذا النتوء بيأتي بالناحية الخلفية، حيث تتواجد الجملة العصبية من الحبل الشوكي وأعصاب كما تفضلتي. في هالحالة بصير معنا وجع بالظهر، إمتى بنحس إنه صار ظهرنا يؤلمنا؟ الحقيقة لأنه الديسك عبارة ما بيجي فجأة كثير، إلا بيجي على مراحل. أول شيء بصير انزلاق بدون خروج المادة هي، في هالحالة هي بيحدث ألم شديد جدا في الظهر. لو استمر الإنسان بنفس المهمة اللي عم يقوم فيها وازداد البروز هذه المادة، بتبتدي تضغط بشكل أكثر على الحبل الشوكي أو على الديسك. لو زاد أكثر بصير انفتاق وبتنسال هذه المادة في القناة القطنية وبتسبب على الأعصاب. هون على الأعصاب، نعم نعم. وبهالحالة ممكن تسبب يعني حتى عدم قدرة على الحركة أو ألم شديد جدا، بحيث أي حركة بتسبب ألم. بين أي فقرات نحن نتحدث؟ أكثر الفقرات عرضة للإصابة هي بين الفقرة الخامسة الأخيرة للعمود الفقري والعجزية الأولى، بيليها بين الرابعة والخامسة وهكذا، لأنه الحركة هي شديدة جدا في هذه الفقرات وخاصة في الانثناء إلى الأمام. طب دكتور، يعني كثير كلنا معرضين هالأيام لأنه ألم في الظهر، يمكن ربما من الجلوس بالمكتب لساعات طويلة، من عدة أمور، يمكن ممارسة رياضة أحيانا بطرق خاطئة. متى نعرف أنه اللي عم نعاني منه هو ديسك؟ والله يعني في عنا علامات خطرة جدا بين أنه هذا الديسك أكيد، منها العلامات أو يعني النقط الحمراء نسميها أو الكروت الحمراء. ألم شديد على طول القدم مثلا، من الخلف من 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 الظهر إلى القدم، هذا بسموه عرق النساء أو عرق الإنسة. ممكن يكون واللي بيوصل احيانا للوراك، لمنطقه الوراك. الحين بيوصل اكثر لاسفل الظهر، ممكن طبعا لو الديسك عالي يوصل بس للاوراك. هذا الالم احيانا كثير بيكون مصاحب بتنميل، احيانا بيكون في مثلا الم شديد عند العطس او السعلي، حتى احيانا بيكون مع حركه معينه بده يرفع ابنه مثلا المريض او هيك. احيانا بيكون في نوع من عدم التحكم في البول كمان، يعني وخاصه على السيدات اكثر الحقيقه، بصير نوع من خروج قطرات من البول اثناء مثلا ما بتحمل شيء او بتعطس او بتسعل او خروجها للحمام. كل هالاشياء هي علامات انه الديسك في وضع حرج حياتنا. بداية الديسك، لما تقال هذه العبارة بداية الديسك، شو معناها؟ يعني وين وصلنا؟ ما صار انفتاق لم يحدث. نعم، بيكون يعني حصل انضغاط على المادة الجيلاتينية، بحيث يكون خلينا نشبه الديسك مثل البيضة، في عنا قشرة خارجية وبياض وصفار، لو بس طبعا بدل ما هي بيضاوية هي مفلطحة على شكل قرص. لما بيصير الانضغاط شديد جدا في منطقة البياض وبينتشر
في عفوا في منطقه الصفار وبينتشر في منطقه البياض اللي هي الماده الليمفاويه، هون بسبب الم شديد، لكن هذا الم بيروح لانه. طب دكتور، هل في بعض الاحيان ممكن الماده الجيلاتينيه تماما تختفي يعني؟ نعم، تحتري الى. نعم نعم نعم، وهي مع الوقت بتختفي الحقيقه، لما بيحصل انضغاط وبتتشقق بين الالياف بتختفي بعد فتره. دكتور ذكرت انه ممكن يروح الالم يزول. نعم. اذا الشخص ارتاح يعني، ريح اذا ارتاح وأخذ. طب متى تتدخل الجراحه بهذا الموضوع؟ هلا هو هون بيعتمد الحقيقه على الجراح، لكن هو يعني المفروض ان نعطي المريض فرصه للعلاج التحفظي، مثل ما تفضلتي راحه مثلا 4 5 ايام راحه كامله، ادويه مسكنه، بنبتدي بعدين بمرحله العلاج الفيزيائي، بنصبر عليه 2 أو 3، الا في حاله حدوث عوارض عصبيه، اذا لقينا المريض اعصابه بدات تتاثر، مثل التنميل بدا يزيد، او صار في ضعف في عضله معينه، او مثلا مثل ما قلت لك انه صار في مثلا عدم التحكم في البول او شيء من هذا القبيل، هون بصير تدخل اجباري والتدخل سريع حتى ننقذ المريض يعني. دكتور، في بعض الاحيان تزيد نسبه الاصابه بالطبع. نعم. بالديسك المراه الحامل. نعم. الكبر في السن. نعم. شو هي الاساليب الوقائيه؟ هو بس بدنا نفرق الحياة بين الديسك تبع اللانس الكبار اللي هو هذا بنسميه احنا تآكلي، عن الديسك الحاد اللي بيحصل لما بنحمل مثل ما قلنا شيء ثقيل او بنتعرض لحادث سياره او عندما الحمل عند المراه. بالنسبه للستات الحوامل الحقيقه الديسك بيكون يعني عربي، بس في اخر فترات الحمل ويختفي يعني هو بيكون اعراض اكثر ما هو فعلا حدوث دمج او ضرر في الديسك، لكن الناس الكبار بالسن بصير عندهم جفاف وبصير عندهم ديسك، وغالبا هدول بالعلاج الفيزيائي بكفي، ما بيحتاجوا للعمليات الا اذا صار كذا يعني عده طبقات من الديسك تاثرت وصار تضيق في القناه، في الحاله المريض ما بيقدر يمشي اكثر من عده امتار، فبنوسع القناه وبنظف له الديسك. طب دكتور، بعض النصائح للاشخاص اللي عندهم ساعات عمل طويله وبيضطروا يجلسوا يعني على المكتب ساعات طويله، شو أو نعم نعم تماما بنصحهم اولا كثروا من شرب الماء، شرب الماء ضروري جدا حتى ما يصير عندهم جفاف في الماده القرصيه، يتحركوا كل مثلا نص ساعه او ثلاث اربع ساعه يقوم يتحركوا يتمططوا شوي يشدوا عضلاتهم، يعني اذا كان من المدخنين يخففوا التدخين، اشياء كثير مهمه انه يبتدوا ياخذوا شويه فيتامينات، يبتعدوا عن اكل المعلبات، يبتعدوا عن اكل المكسرات والاملاح الاشياء هي يعني. في اقل من دقيقه عنا نتحدث عن سريعا، اذا لم يكن التدخل او الاساليب الجديدة لعلاج الديسك، هل في بعض الأحيان ممكن بدل تدخل الجراحي أنه يكون عن طريق حقن بعض المواد التي تزيد الرطوبة مثلا في الفقرات؟ نعم، يوجد أشياء كثيرة جدا حديثة، ابتدينا من تقريبا من سنة 2005 في ثورة في عالم الحياة الديسك، ابتدوا بالمناظير والتنظير الديسك ويعني إزالة بعض المناطق التي تضغط على الأعصاب، أو ممكن احنا نحقن مواد معوضة للديسك وهي عبارة عن جل ممكن ترجع اللزوجة الحاصلة أصلا في الديسك، ممكن كمان هلأ عم نحقن خلايا جذعية. نعم. كمان عم بتساعد كثير بالنمو الجزء هذا اللي ضاع من الديسك وإعادته إلى طبيعته. الحقيقة في أشياء كثير بنعالجها كمان أحيان بالليزر. نعم. في أحيان بإبر معينة. نعم. وبالنهاية بالطبع الوقاية يعني أفضل. أكيد. من أكيد. أنه الواحد أكيد. يصل لهالمراحل المتقدمة. هدفنا الوقاية دائما. دكتور عصام مرديني اختصاصي في جراحة العظم والمفاصل كنت معنا في الاستوديو، شكرا جزيلا على هذا الشرح. شكرا لكم كثير. شكرا.